الكسكس الزفيطي وغيرها أطباق حاضرة بديكورات متنوعة شارك فيها طباخين من مختلف ولايات الوطن للتنافس على أفضل طبق تقليدي والذي كان من نصيب الطباخ مجني محمد من ولاية وهران. أنا فرحان دينا المرتبة الأولى ونشكر اللجنة بزاف 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 ونشكر الشيف نينا ومدام مستقبل كبير إن شاء الله مدام إن شاء الله نزيدوا قدام إن شاء الله. الطعام بالماركة ماركة حمراء تاع وهران وهرانية باللحم والحمص والخضرة. عندي طبق تقليدية محضة من تلمسان اللي هي بدي عندنا كوم مقبلة عندنا بسطيلة بسطيلة تاع الدجاج كوم بلان عندنا سفيرية اللي هو اللحم تاعها راهي طيب. المسابقة هدفها التحضير لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها الباهية وهران والتي كانت تحت إشراف لجنة التحكيم قيمت الأطباق التي أبدعت فيها أنامل الطباخين في التزيين والديكور. العدد تاعهم 9 وما بينهم نساء ورجال طباخين في من مختلف الولايات الوطن وهذه لتحفيز الأكلة التقليدية وطنياً. احنا رانا وراء هاد التحضيرات يعني لي بريباراسيون بريليمينير بور 2021 اذا كان في العمر بقيه باش نروجوا المطبخ التقليدي الجزائري بطبيعه الحال. احنا رانا هنا على هاد الشبان اللي رايحين يكونوا هما بدورهم يحملوا المشعل تاع هذا التراث. الطبعة الثانية لطبخة وفرجة تعتبر مبادرة مميزة تثبت مدى تعلق الطباخين في إعداد الأطباق التقليدية.